كسوفت وير هو عبقري. بيشتغل لوحده. بيشتغل مع السيستم سنتر كونفجريشن مانجر. بيشتغل مع الفور فرونت. والله الامانه كتر خيره. الدبليو اس اس من البرودكتس القويه جدا في مايكروسوفت. تمام؟ دوت هو اللي هينزل لنا الديفينيشنز بتاعتنا علشان نبقى ابديتد. صح؟ هو حضرتك لو عندك انتي فايروس ايا كان ايه هو. وعندك الكلاينت بتاعه نازل على جهاز وعندك السيرفر بتاعه نازل على سيرفر وفي سولوشن متكامل. وما بينزلش ديفينيشنز، هل السولوشن دوت ليه اي جدول؟ صح كده؟ يبقى دايما دايما احنا لما بنيجي نتكلم في علم السكيورتي يقول لك ان انت من الكاونتر ميجرز بتاعت اي اتاك يتم عليك ان انت يكون عندك انتي فايروس ويكون ايه؟ الله يفتح عليك. يعني دايما ما بنقولش عندك انتي فايروس، احنا هنقول كلمه واحده، عندك ابديتد انتي فايروس. تمام؟ حضراتكم سمعتوا عن حاجه اسمها زيرو دي اتاك؟ يعني ايه زيرو دي؟ الزيرو دي هقول لك انا معناها ايه ببساطه؟ انا اكتشفت دلوقتي تمام المشكله دي في اي اوبريتنج سيستم او في اي ابلكيشن. اوكي؟ بما اني انا لسه مكتشفها هم ما يعرفوش. بس ده لو ان كيس ان انا اكتشفت حاجه غيري ما اكتشفهاش قبل ايه. يعني كل الناس اكتشفت من 1 ل 10 مثلا، مثلا خدوا مثال ثاني. انا اكتشفت 11، انا بس اللي اكتشفت دي دلوقتي. لما ابدا انا اخربها ما حدش يعرفها. ايه اللي هيحصل؟ هضرب بيها مره واثنين وثلاثه يبداوا الناس دول يريبورتوا للفيندور. الفيندور هيعمل ايه؟ عنده التيم اللي عمل الديفلوبمنت هيقعد يحل المشكله وبعد كده يروح منزل لها ايه؟ ابديت هوت فيكس سيرفيس باك. الناس بقى اللي ينزله مش دي النقطه بتاعتنا. بعد ما بينزل الحكايه دي ايه اللي بيحصل ل 11؟ قفل. تبقى يوزلس. صح الكلام؟ الفتره ما بين ان انا اكتشفت ثغره وما بين ان الفيندور اللي بايع السوفت وير دوت او اللي عامله يصلحها ويحلها دي عندنا احنا اسمها الزيرو دي. وده الاتاك الوحيد اللي على وجه الارض اللي ملهوش انتي. يعني احنا عندنا في كورس بتاع اسكال هاكينج بنتكلم على كميه اتاكس بشعه. وكلهم ليهم حلول، وكلهم ليهم كاونتر ميجرز، الا ده. هحلها لك ازاي؟ واحد اكتشف حاجه، طب انا هعمل له ايه؟ هبقى انا قاعد بقى معاه عشان اكتشف، هو بيكتشف حته وانا قاعد في حته. فلو هو اكتشف حاجه لازم عندي حد هيتضرب، فقبل ما ابدا اخد بالي عشان ما فيش حد تاني وتالت ورابع يتضرب. صح الكلام؟ ولذلك العلاج بتاعها ان انت تبقى ابديتد بقدر الامكان. يبقى احنا هنا لما نيجي نتكلم عن الابديتس هنتكلم عن الديستريبيوشن، يبقى مين اللي بيقوم بيها؟ تمام؟ الدبليو اس اس سيرفر. طيب ايه الاحتياجات بتاعه؟ انا محتاج دبليو اس اس 2 سيرفيس باك 1 او اعلى. طبعا احنا دلوقتي موجودين 3.5 ولا في حاجه اعلى من 3.5؟ اعتقد ان في حاجه اعلى من 3.5، حاولوا تتشيكوا وتقولوا لي من هنا لبكره. اوكي ايه اعلى فيرجن موجوده دلوقتي على السايت بتاع مايكروسوفت؟ دي الدبليو اس اس سيرفر. تمام؟ اهم حاجه طبعا ان هو يكون ايه؟ سينكرونايز. هو ده اللي احنا بنقوله، ما انا نزلته وخلاص لقيت زوم صح؟ لا يبقى شغال مع مايكروسوفت. سيكوال سيرفر اور ام اس تي هو مبني على ايه؟ يعني انا بتكلم هنا على الرول بتاع الدبليو اس اس، يعني جيت على السيرفر بتاع الدبليو اس اس عشان انزله محتاج الحاجات دي، محتاج اي اس 6 اي اس بي دوت نت، محتاج دوت نت فريم ورك 2 صح الكلام؟ بس هو هنا دول الحاجات بتاعت ايه؟ بتاعت الدبليو اس اس صح؟ لما احنا نيجي ننزل 3.5 او الاعلى ان شاء الله هتلاقوا الاحتياجات ديت اختلفت، هتلاقوا فريم ورك بدل ما هو 2 بقى 3 3 وهكذا. اوكي؟ اهم حاجه عندنا لما نيجي نعمل الجزئيه بتاعت السنكرونايزيشن دي اقرا الجزئيه دي لانها مهمه جدا وبعد كده هنرجع لتير تاني. قال لك ادز ذا فور فرونت كلاينت سكيورتي برودكت. مين هنا في الناس الحضور اشتغل على دبليو اس اس؟ ارفع ايدك. تمام. لما بنيجي نشتغل على الدبليو اس اس سيرفر مش اول حاجه بتعملها بعد ما بتعمل السيت اب بتعمل السيتنجز بتاعته اللي اول مره بتشتغل معاك من وزر حتى بتلاقيها الله يفتح عليك، بتختار ايه هي البرودكتس اللي انت عايزه تنزل لها ابديتس. يعني على سبيل المثال لو انا ما عنديش سيكوال 2000 وعندي سيكوال 2005 و2008 ايه اللي يخليني انزل ابديتس ال 2000 صح؟ وايه اللي يخليني ما انزلش ال 2000 و2005 و2008؟ لازم احدد ايه اللي انا عايزه وايه اللي انا مش عايزه. وبالتالي اول ما بعمل كده اول حاجه المفروض اعملها افتح ايه؟ افتح اف سي اس عشان يبدا ينزل له ابديت. لكن لو انت نزلت دبليو اس اس وما فتحتش فيه الفيتشر ديت يبقى مفيش ابديت هتيجي لايه؟ فور فرونت. عندنا جزئيه ثانيه ادز ديفينيشن ابديتس كاتيجوري ده اللي احنا اتكلمنا عليه اوتو ابروف. خد بالك من الحته دي. لان انت عندك في دبليو اس اس انت بتعمل ايه في الابروفال بتاع الابديت؟ بتقول والله يا اما تستنى لما انا اعمل ابروف وبعد كده تعمل داونلود، يا اما اعمل داونلود وخد مني الابروف عشان تعمل انستول، يا اما اوتو داونلود اوتو انستول. صح الكلام؟ هنا انت هتديله ايه؟ اوتو ابروف رول فور اول كمبيوترز فور ديفينيشن ابديت. اصل عمره ما هيضرك في حاجه. ده بيقول لك ايه الفيروسات الموجوده في السوق دلوقتي؟ تمام؟ وايه الحاجات الوحشه اللي موجوده في السوق؟ وبالتالي انت بتبقى مستريح.
تمام؟ هنا بيتكلم على assisted service، بيتكلم على WSOS 3، هو كان بيتكلم على 2 بدل يتكلم على 3. طبعا احنا مش هنستخدم 3، احنا هنستخدم الاعلى من 3 بالنسبه اللي موجود دلوقتي. اهم حاجه عندنا ايه هي؟ نو اف سي اس كلاينت انستول. يعني ايه؟ يعني الجهاز اللي هيبقى عليه WSOS الناس اللي عليه فول فرونت ولا لا؟ هو قال لك لا. واضح؟ خدوا بالكم لان الجزئيه دي هنعدي عليها كتير قوي في الموديول دوت، ما بين ايه اللي ينزل وايه اللي ما ينزلش، لان انا عندي حوالي 5 أو 6 كومبوننت. طب دول ينزل عليهم الفور فرونت ككلاينت ولا لا؟ هيجي بعضهم يقول لك اه، هيجي بعضهم هيقول لك لا. تمام؟ وبعد كده جه قال لك اخر حاجه النيتورك كوميونيكيشن فايا WSOS بورتس، عندك ال HTTP وال HTTPS. حضراتكم عارفين الابديتس بتتم ما بين ال WSOS وما بين مايكروسوفت ابديت سيرفر. بقى لي بروتوكول يا اما ال HTTP يا اما ال HTTPS. حلو الكلام؟ طيب والابديتس بتتنقل من ال WSOS للكلاينت بأنهي بروتوكول؟ نفس البروتوكول ال HTTP ال HTTPS، حضرتك اللي بتحدد البروتوكولات ديت. فبقول لك والله وانت بتعمل السيتنجز ديت خد بالك من الراوترز والسويتشات والفاير وولز عندك بيسمح بايه وما بيسمحش بايه. تمام؟ المانجمنت رول اوفر فيو، جينا للمانجمنت خلصنا ابديتس لان ال WSOS. المانجمنت عندنا هنا بيقول لك one and only one per topology. اوبا، يعني انا دلوقتي بدا يبان عندي حاجه ممكن اتخذها ضد مايكروسوفت. ايه هي؟ اني انا عندي المانجمنت سيرفر هو واحد بس في التوبولوجي. يعني في الشركه بتاعتي ما اقدرش احط الا واحد بس. طب فاكرين الرسمه اللي كانت بتقول عدد الكلاينتس اللي هو بيسبورتها كام؟ 10,000. يبقى زي ما انا قلت لك مفيش حاجه اسمها الاحسن على طول والأسوأ على طول، كل كيس وليها ايه؟ السيناريو بتاعها. ادي كونسيدريشن حضرتك تحطه في حسابك. انك لو جيت في شركه عندهم اكبر من كده هل ينفع معاهم فور فرونت؟ ايه اللي بقى انك تتشك هل هو الليميتيشن دي زادت ولا لا؟ يعني بدل ما 10,000 احنا دلوقتي الكلام ده 2007، طب احنا في 2010 العدد زاد ولا ما زادش؟ ممكن يكون بيزيد واحنا بنتكلم دلوقتي. خدوا بالكم من النقطة ديت. خدوا بالكم من النقطة ديت. اوكي؟ عندك بعد كده قال لك ريموت ادمنستريشن فاير ار دي بي، يعني بمعنى اصح هو انت عندك كونسول واحد على سيرفر واحد. طب انا لو عايز امانج الكونسول دوت خش عليه ريموت سيرفر، لكن ما ينفعش ان انا انزل الكونسول بتاعه على اي سيرفر تاني واتحكم معاه ريموتلي ريموت مانجمنت. قال لك لا، لازم تخش عليه ريموت ايه؟ ديسكتوب. لان لو فتح اكتر من كونسول في نفس الوقت بيعمل كونفليكت جامد. ادي حاجه. طيب ايه الحاجات اللي مطلوب مني؟ مطلوب مني جروب جروب فويس مانجمنت كونسول، مطلوب مني المايكروسوفت مانجمنت كونسول 3، مطلوب مني فريم ورك 2، ويندوز انستولر 3.1، ويندوز ابديت ايجنت 2.0. تمام؟ ديت الريكويرمنت بتاعتنا. بعد كده بيقول لك ايه الحاجات اللي بتنزل فيه، ايه الكومبوننتس اللي بينزل فيه. عندنا الاف سي اس كونسول دوت هتلاقي فيه حضرتك الداشبورد هنشوفها، دي اللي فيها كل الحاجات اللي بتحصل، واللون الاحمر والاخضر والازرق الالوان اللي احنا هنتعود عليها بعد شويه، والبوليسي ديبلويمنت. في جزء بتاع الداشبورد وفي جزء بتاع بوليسي. الداشبورد دوت بتشوف فيه ايه اللي بيحصل في نظره يعني اي كاتشنج، يعني انت بتبص على طول تلاقي لون احمر كتير تعرف ان في اتاكس جامده، او تلاقي يعني نظام رسوميات. فانت لما بتشوف في الجرافيكس دي بتعرف ايه بالظبط. ما هو نفس الكونسيبت الداشبورد بتاعك، هو المقصود بيه ان انا ما اخليكش تقرا. ليه؟ لان احنا بنتعامل في حاجه كريتيكال الله يفتح عليك. فانا عايز ان انا اول ما عيني تقع على الحاجه اعرف في حاجه ولا مش حاجة. تمام؟ لكن لو دخلنا في الجزئيه بتاعت البوليسي، لا ده انا هخش بقى هاديت سيتنجز، يبقى انا عندي جزء بشوف ايه اللي بيحصل، وعندي جزء بأديت السيتنجز بتاعتي. تمام؟ دي بعد كده راح قايل لك احنا في عندنا حاجه اسمها المانجمنت سيرفيس، وهنا بقول لك الوين 32 سيرفيس ويتش بارسز لوكال انتي ميل وير ديفينيشنز، وعندك ادز ديفينيشنز داتا تو كوليكشن داتا بيس، وهكذا. هنحتاج معانا الموم ادمن اند اوبريشن اند اوبريتور كونسول. حد هنا شغال على موم 2005؟ طيب المهم دي 3 كونسول اللي هم بسرعه كده بس عشان نكسب وقت. في حاجه اسمها الادمنستريشن كونسول، وده بتاع الشخص اللي ماسك الموم كسيرفر. تمام؟ انا هشرح الموم لما يجي وقته، بس انا بقوله بسرعه كده. دوت بيعمل سيت اب كونفجريشن للموم از سيرفر. تمام؟ في عندي حاجه ثانيه اسمها الاوبريتور كونسول. ايه هو الاوبريتور كونسول؟ الاوبريتور كونسول دوت الكونسول اللي انا بنزله عند الناس اللي هتمنتج. طب انا والله هقول لكم على حاجه،